عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول. فزي ما يسوي الله سبحانه وتعالى عند البروفيت صلى الله عليه واله وسلم خين كان يصنع علم الغيب خيبا. ما يفرعنا اخبارهم بخناس الله سبحانه وتعالى ان خيبا. نيمان قال الله سبحانه وتعالى ببركة الله سبحانه وتعالى خيب عن دي هاي مرمل وقت هاي مرمل منين هاي مرمل من ذات البروفيت هيشن علم الغيب فرعنا ذات ذات نفسي فان غيب. وهو قول جمهور المفسرين أن الغيب هو الذي يكون غائبا عن الحاسة، ثم هذا الغيب ينقسم إلى ما عليه دليل وإلى ما ليس عليه دليل. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. There is an ancient principle is the علم الغيب as the reason for the Prophet صلى الله عليه وآله وسلم. ما الغيب عن فتر؟ ما يخ عن فتر نزله؟ Das ist unsere Hele, was das Rund interessant. Man kann so speichern, dass du selbst unter Dach des Ortes, wenn du an unsere Kirche drüben denkst, was hast du dir das gehört? وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أن علم الله ذاتي وعلم الخلق عطائي. علم الله واجب لذاته وعلم الخلق ممكن له. علم الله أزلي سرمدي قديم حقيقي وعلم الخلق حادث لأن الخلق كله حادث والصفة لا تتقدم الموصوفة. علم الله غير مخلوق وعلم الخلق مخلوق. علم الله غير مقدور وعلم الخلق مقدور ومقهور. وعلم الله واجب البقاء وعلم الخلق جائز الفناء. علم الله ممتنع التغير وعلم الخلق ممكن التبدل. الله سبحانه وتعالى the greatest from the lightest of prophets, the prophet of prophets, the best of prophets, the best creation from Allah سبحانه وتعالى, the smartest creation.